اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام الى حلقه جديده من برنامج زوايا الحدث، نخصصها اليوم للحديث عن اوضاع العالقين اليمنيين في الخارج. أعلنت المنسقية العليا لليمنيين العالقين في الهند اعتزامها التصعيد ضد الحكومة الشرعية احتجاجا على تجاهل معاناتهم. وقالت المنسقية في بيان لها إن الحكومة كانت قد وعدت بإعادة اليمنيين العالقين في الهند، كما وجهت السفارة بحصر أعدادهم قبل أن تتعطل تلك الجهود. واستنكر البيان تقاعس الحكومة عن إعادة اليمنيين العالقين في دولة الهند إلى أراضي الوطن بعد إجراءات حظر السفر. إلى ذلك تظاهر العشرات من العالقين في السودان بسبب استمرار إجراءات الحكومة حظر السفر وتقاعسها في إيجاد حلول لمشكلتهم. نتوقف في هذه الحلقة عند هذا الخبر لنناقشه في محورين: أوضاع اليمنيين العالقين في الخارج بسبب حظر إجراءات السفر، وموقف الحكومة اليمنية والحلول الممكنة لوضع حد أو لحل هذه المشكلة. نتابع بداية هذا التقرير. ناشد الأخ رئيس الجمهورية عبد الرب منصور هادي. نريد العودة إلى ديارنا، جملة نداءات ومطالبات رفعها آلاف اليمنيين العالقين في بلدان العالم المختلفة بعد أن وجدوا أنفسهم عالقين بسبب إجراءات احتواء فيروس كورونا. الجائحة التي ضربت العالم وأدت إلى توقف رحلات الطيران أجبرت الكثير من العالقين على البقاء بعيداً وسط أوضاع إنسانية صعبة، اضطرت بعضهم لبيع مقتنياتهم البسيطة وحتى هواتفهم المحمولة. تقاعس الحكومة التي كانت قد أعلنت في وقت سابق نيتها تسيير رحلات لإعادة العالقين من مصر والسودان والهند دفع العشرات من العالقين في السودان إلى التظاهر احتجاجاً على دور الحكومة السلبي في التعامل مع مشكلتهم المتمثلة في إغلاق الأجواء اليمنية بسبب فيروس كورونا. وبموازاة ذلك أعلنت المنسقية العليا لليمنيين العالقين في الهند اعتزامها التصعيد ضد الحكومة احتجاجا على تجاهل معاناتهم بعد أن كانت وعدت في وقت سابق بإعادتهم، وهو ما لم يحدث حتى الآن. وأمام جملة الأوضاع الصعبة التي يعيشها العالقون في الخارج وجلهم من المرضى والطلاب والنازحين اليمنيين، أكد عدد منهم بأنهم باتوا مهددين بالموت والجوع والمرض إلى جانب تعرضهم لاحتمالات الإصابة بكورونا بعد أن باتوا غير قادرين على تحمل نفقات البقاء في تلك البلدان. تتضاعف أوضاع العالقين اليمنيين في الخارج بسبب حظر إجراءات السفر نتيجة كورونا، فيما تقف الحكومة اليمنية موقف المتفرج حيال الأزمة، وهو أسلوب اعتادت عليه الحكومة في التعامل مع أزماتها داخلياً وخارجياً. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، ومعي الآن من الهند أحد العالقين اليمنيين هناك السيد عمر الجنيد، وأيضا معي من القاهرة وكيل وزارة حقوق الإنسان السيد نبيل عبد الحفيظ. أهلا بكم ضيوفي، وأبدأ معك عمر، أطلعنا على الوضع في الهند، وضع اليمنيين العالقين في الهند والبيان الذي صدر اليوم من المنسقية هناك. السلام عليكم ورحمة الله أختي العزيزة وعلى المشاهدين جميعا. يا أختي العزيزة، اليمنيين العالقين في الهند مرت عليهم 3 أشهر، أغلب من جاءوا إلى الهند جاءوا للعلاج، جاءوا مرضى، ظروفهم تزداد سوءا كل يوم. تقريبا قبل 3 أسابيع ناشدنا عبر قناتكم الوقرة، ناشدنا الحكومة وناشدنا المنظمات الدولية لإنقاذ العالقين. حالتهم تزداد سوءا يوما عن يوم، وأوضاعهم صعبة، البعض لا يجد قيمة لقمة العيش، والبعض لم يعد يجير المسكن، وظروفهم ولا حياة لمن تنادي. لم نرى مجيب. قبل 10 أيام صدرت من الحكومة توجيهات وقرارات في إجلاء العالقين، وقامت السفارة والقنصلية بإجراءات حصر العالقين، وحتى الآن لم نرى أي خطوات عملية. لا أظن هذه التوجيهات والقرارات إلا كاذبة. نعم عمر، هل لديك أي معلومات عن
عن الأعداد، عن إحصائية عن عدد العالقين اليمنيين في الهند؟ العالقين حسب ما بلغنا بأنهم لا يتجاوزون 2500 عالق في مختلف مدن الهند، في حوالي 9 مدن هندية. نعم، إذا حسب ما بلغنا من السفارة. نعم نعم، إذا 80% هم جاؤوا للعلاج، جرحى مرضى جاؤوا للعلاج بجهود شخصية. عمر، دعني أنقل تساؤلك إلى سيادة وكيل وزارة حقوق الإنسان الأستاذ نبيل عبد الحفيظ. مرحبا بك سيد نبيل. إذا لعلك استمعت لحديث عمر وأنت تعلم بكل ما قاله، كان هنالك وعود من قبل الحكومة اليمنية بإعادة العالقين لليمن، كان هنالك أيضا توجيهات بحصر أعدادهم، ما الذي حدث؟ أين تلك الوعود؟ أين تلك التوجيهات؟ بداية أسعد الله مساءك ومساء السادة المشاهدين، وإن شاء الله تنتهي هذه الغمة وهذه الجائحة وننهي هذا الوضع المأساوي الذي يضيف إلى مأساتنا اليمنية بشكل عام مأساة أخرى فوق مآسينا السابقة. أختي العزيزة، نحن في وزارة حقوق الإنسان كنا نتعامل مع هذا الأمر بعين من يجب عليهم أن ينقلوا بشكل متواصل إلى رئاسة الوزراء هذه المعاناة عبر تقارير وزارة حقوق الإنسان، ننقل من خلال تعايشنا مع أخواننا العالقين في معظم المناطق المختلفة سواء في مصر، في الأردن، في السودان، في الهند، ننقل هذه المعاناة ونطالب بضرورة عمل حلول لهذا الوضع. وبالفعل تم تشكيل لجنة برئاسة نائب رئيس الوزراء الأستاذ الخنبشي و لهذا الأمر، وتم وضع ما سمي ببروتوكول العمل لحل مشكلة العالقين. والبروتوكول كان يحوي عدة نقاط. النقطة الأولى قيام المهام التي يجب أن تقوم بها الخطوط الجوية اليمنية، المهام التي يجب أن تقوم بها السفارات المختلفة، المهام التي يجب أن تكون على المحافظة التي تستقبل هؤلاء، أيضا بروتوكولات العمل مع هذه الدول في عملية إجلاء العالقين. هذا كان ما يحتويه البروتوكول. نحن تابعنا. ولكن ما الذي نفذ سيد نبيل من هذا البروتوكول؟ أنت تتحدث عن هذه الخطوات وكانت خطوات إيجابية من الحكومة اليمنية قبل قرابة الشهرين عندما بدأت كل الدول بعمل مثل هكذا خطوات. ما الذي نفذ على الأرض؟ العالقون في جميع دول العالم بالآلاف وبالمئات. المشكلة بدأت قبل شهرين ونصف كما يعلم الجميع من بدايات شهر مارس. الحكومة بدأت بهذا البروتوكول قبل أقل من شهر، والآن بالنسبة مثلا هنا في مصر تم حصر كافة العالقين ووصل عددهم إلى قرابة 7000 شخص، وهو تقريبا أكبر عدد للعالقين في المناطق المختلفة. تم عملية حصر عن طريق الحجوزات التي قام بها كل هؤلاء في اليمنية، ووجد أن عدد الذين عملوا حجوزات للفترة حتى نهاية مايو تقريبا 5600 شخص. الآن يتم الإعداد والترتيبات لكل هؤلاء من أجل عملية السفر. سيكون هناك خطوتان. الخطوة الأولى هو الترتيب مع الحكومة المصرية مثلا أو غيرها من الحكومات لعمل الفحوصات اللازمة لمعرفة الأشخاص السليمين من الأشخاص المصابين، لأن الأشخاص المصابين هناك خطة لإعادة لمحاولة حجرهم هنا في الدول أو معالجتهم. أيضا سيكون هناك ترتيبات لمحجر في سيئون كما تعلمين أستاذ عزيزة، وهنا هذا ليس دفاعا عن الحكومة. نحن نعلم أن هناك قصور كبير داخل العمل الحكومي وخصوصا مع الحالة الموجودة في عدن، والآن الترتيبات فقط إلى سيئون، وسيئون اتضح أن مطار سيئون حتى المواد النفطية الخاصة بالطائرات ليست متوفرة، وهو ما يتم الآن تجهيزه وتوفيره. أيضا الطواقم العاملة في المطار قدمت احتياجاتها من استعدادات لاستقبال هؤلاء، وهي استعدادات طبية. هناك الآن جهود من أجل توفير كل هذه العملية بحيث تتم عمليات الإجلاء بشكل مرن وبشكل جيد. نعم كما تعلم سيد نبيل. أيضا العزيزة هناك حتى فيما تم إجلاؤهم في المملكة العربية السعودية إلى اليمن عبر المنافذ البرية
يعني للأسف أن بعضهم كان الاتفاق أنه سيتم حجزهم في هذه المنافذ للفترة الطبيعية للتأكد من الخلو من المرض، إلا أن البعض من هؤلاء أيضا تمرد وحرك بدون أن يعني بالأخير يعني كأنه هناك عدم وعي حتى لدى الناس، يعني حتى وأنت تعمل من أجل ألا تسبب بدخول شخص مصاب إلى داخل اليمن، أيضا هناك من يسبب لك باللامسؤولية في التعامل إشكالية أخرى. إذا لا يجب أن تكون هناك ترتيبات كافية. سيد نبيل، نحن لا نتحدث عن وعي الناس، نحن نتحدث عن جهود الحكومة وعن وسأعود إليك، أنت تتحدث عن خطوات وعن خطط وعن إجراءات قامت بها الدول بغضون أيام، ولا تخبرني بأن وضع اليمن مختلف. بسبب وضع اليمن العالم كله مستعد لمد يد العون للحكومة الشرعية إن وجدت النوايا الحقيقية لعمل شيء. سأعود إليك لنتحدث عن ربما العوائق التي قد تقف أمام الحكومة وتمنعها من القيام بمسؤوليتها القانونية والأخلاقية، ولكن دعني أعود إلى عمر. عمر الجنيد، إذن لعلك استمعت للسيد نبيل الذي تحدث عن وجود خطط، عن وجود ترتيبات بروتوكولات وإلى غيره. ردك عمر. كما قلت لك أختي العزيزة، لا أظنه إلا كلام كذب لا أساس له من الصحة. يؤسفني بالله عليكم أن نسمع بعد ما يقارب 3 أشهر واليمنيين عالقين في مختلف الدول أن يأتي شخص من الحكومة ويتكلم عن ترتيبات. لم يعد هناك دولة في العالم لم تبني رعاياها من الدول إلا اليمن. لا أظن أن هناك حكومة، ولا أظن أن أحد بمسؤوليتها نهائيا. يا أختي العزيزة، يتكلمون عن الكلام هذا منذ 3 أشهر عن ترتيبات وعن يعني طيران اليمني بيقول نحن مستعدين للإقلاع اليوم منتظرين توجيهات الحكومة. سفارتنا في الهند أبلغت بأن الحكومة الهندية مستعدة للتعاون مع الحكومة. الخلل كله من الحكومة. قلنا لهم سابقا في الأمس أحد العالقين توفى في مدينة بونا الهندية، يعني وهو في 30 من عمره، لا يتجاوز 40 من العمر بسبب معاناته وهو عالق في الهند. اليوم النساء خارجين في مدينة بنجلور، خارجين باعتصام وقفة احتجاجية يناجين الحكومة بالعودة. هل لا زالت الحكومة تخاف على كرامة اليمنيين، على اسم اليمن أم لا؟ ما هو الخطوات؟ كل ما سمعناه الآن من الأستاذ، كل ما سمعناه أن يعني مجرد كلام مثل ما نسمعه من وسائل الإعلام، لا يوجد أي خطوات عملية. يا أختي العزيزة، يتكلم عن حجر، عن محجر صحي. الوباء وللأسف أصبح منتشر في اليمن. وما نحتاجه الآن، ولا يوجد تسجيل أي حالة إصابة بفيروس كورونا بين العائلتين. ما نحتاجه الآن هو فحص فقط، سواء في الدولة التي نحن فيها أم في اليمن عندما نصل. الذي سليم يروح بيته ويعمل حجر منزلي في بيته. كلنا حريصين على إخواننا وأهلنا وجيراننا وأقاربنا وأولادنا، يعني إحنا بنروح في أوساط أهلنا، واللي وإذا ظهر شخص فيه اشتباه يتم حجره صحيا. الكلام هذا بنسمعه من أشهر. هل الحكومة هذه بيدها قرار أم لا؟ هل قادرة على فعل شيء أم لا؟ يناشد منظمات العالم يقول أين حكومتكم؟ لماذا لا تخاطبنا حكومتكم؟ كما قلت يا أختي العزيزة، الكثير من الدول والمنظمات مستعدة للتعاون معها، تنتظر مذكرة من الحكومة. وهذه الحكومة لا حياة لمن تنادي، لا تسمع ولا ترى ولا تتكلم. بروتوكول وتوجيهات من مدير مكتب رئيس الوزراء، لكن على أرض الواقع ولا في حاجة. نعم عمر، دعني أنقل تساؤلك إلى السيد نبيل. إذا السيد نبيل، عمر وربما 25 مليون يمني في اليمن وخارج اليمن يتساءلون، هل لديكم القرار؟ ما الذي يمكن أنتم قادرين على فعله إن كانت الخطوط اليمنية تبدي استعدادها لنقل كل العالقين؟ الحكومة الهندية تقول للعالقين أين هي حكومتكم؟ المنظمات الدولية حول العالم تقول أين هي حكومتكم؟ إذن ما الذي يؤخر العمل؟ ما الذي يؤخر هذه الخطط والبروتوكولات التي تحدثت عنها على التنفيذ؟ على ما سألتي في اتجاهين. الاتجاه الأول أنني كنت أتمنى لو وضعت كل هذه الأسئلة لأحد أعضاء اللجنة الحكومية التي رأسها نائب رئيس الوزراء، بحيث يستطيع أن يرد على ما يقدم ما تم تنفيذه من خطوات. هذا واحد. اثنين، ليس كل ما يقال صحيح فيما يخص استعدادات المنظمات. لا تزال اتصالات رئيس الوزراء عبركم الكونفرنس كول دائما مع الجهات الدولية مستمرة لترتيب هذه التجهيزات،
ولم يقدم للحكومة حتى الآن شيء يذكر في هذا السياق، كلها وعود. هذا جانب. الجانب الآخر، هناك أيضا كما قلت لك إشكالية، أنت تعلمين الوضع الذي نمر به داخليا. نعم. وبالتالي الاستعدادات الحكومية نجب أن نعترف جميعا أن هناك إشكاليات وهناك ضعف في هذه الإشكاليات. إذا كان القطاع الصحي حتى الآن نحن نعاني معاناة كبيرة مع المنظمات الدولية لإعداد القطاع الصحي لمواجهة هذا الوباء في الداخل، فما بالك بما يخص القضايا الأخرى. من يقول أن كل دول العالم قد أنهت هذه الإشكالية، على سبيل المثال هنا في مصر ما تزال الحكومة المصرية تعيد العالقين المصريين من الدول، وما يزال هذا العمل مستمر ولم تبدأ به إلا من خلال تقريبا 3 أسابيع سابقة. نعم. كل المطلوب الآن هو نحن، أنا أولا أمثل وزارة حقوق الإنسان، ومهمتنا في هذه الحالة هي نقل هذه المعاناة إلى الأخوة في الجهات الحكومية الأخرى، بحيث تستطيع أن تقوم بدورها بشكل أو بآخر. ما يهمني في هذه اللحظة أن تكون هذه الرسالة الإعلامية التي تقدمونها وقد وصلت إلى كل إخواننا في الحكومة ليبذلوا جهود أكبر، وهو ما يلزم أن نقوم به الآن. لكن يجب أن يكون واضحا أن هناك يعني كثير من العثرات، من يدعي أن الأمور مفروشة أمام الحكومة ولكن الحكومة هي المتقاعسة، هو يظلم كثيرا هذه الحكومة وجهودها. نعم سيد نبيل، بداية أود توضيح نقطة مهمة، أننا نقدر ونثمن تفاعلك الدائم وظهورك معنا على شاشة قناة بلقيس في كافة المواضيع على عكس بقية المسؤولين، وهذا الرد على النقطة التي تحدثت عنها، لماذا لا نقوم بتوجيه هذه الأسئلة لغيرك من المسؤولين، ربما المسؤولين المباشرين عن هذه المشكلة. ونعلم أيضا، وهذا توضيح، أنك وكيل وزارة حقوق الإنسان وليست من مهام الرئيسية حل مشاكل العالقين كما ذكرت، ولكن نحن نتحدث معك عضو في هذه الحكومة لنفهم وجهة نظر الحكومة الشرعية عن هذا التخاذل، عن هذا التقصير. ما هي العوائق، ما هي الموانع التي تمنعكم من القيام بمهامكم ومسؤولياتكم القانونية والأخلاقية؟ وأيضا كنت لو تحدثني باختصار عن دور التحالف، أين هو التحالف؟ التحالف هو المسؤول ربما الأول أمام الوضع في اليمن، لماذا لا يقوم التحالف بدوره بهذا الخصوص؟ أعتقد أن أيضا التحالف بالفعل حتى الآن ما زال مهتم فيما يخص الجانب العسكري، الإشكاليات اتفاق الرياض وما حدث في عدن، يبدو أن هذا الأمر أخذ منهم كثير من الاهتمام، وبالتالي يعني يحيلون مثل هذه القضايا الإنسانية إلى مركز الملك سلمان وإلى غيرها من المراكز الإنسانية. هذه المراكز تتعامل أيضا على أساس أن المهمة الأساسية العمل داخليا. حتى الآن كما قلت لك الحكومة لم تجد جهات تتفاعل معها فيما يخص العالقين بشكل كافي. الادعاء الذي يقال بأن هناك منظمات دولية على استعداد، أؤكد لك أن الاستعدادات للجهات الدولية استعدادات أكثرها وعود، حتى الآن لم يكن هناك استعدادات حقيقية وتنفيذية. على الحكومة، على الحكومة أن تكشف الناس بذلك، أن تطلع وتقول للناس كل هذه الوعود، هنالك يعني تخاذل دولي تجاه اليمن، الكل تخلى عن اليمن، مثل ما طلعوا في البداية المسؤولين تحدثوا عن استعداداتهم وعن أن الحكومة ستكون متواجدة، يظهروا ليقولوا كل، ليكاشفوا الناس بهذه الحقائق. إذا سيد نبيل عبد الحفيظ، أشكرك جزيل الشكر أنك كنت معي بهذه الحلقة، وأكرر أننا في بلقيس نثمن ونقدر تفاعلك الدائم ومشاركتك معنا في المواضيع المختلفة على هذه الشاشة. شكرا جزيلا لك وكيل وزارة حقوق الإنسان السيد نبيل عبد الحفيظ. إذا عودة إليك سيد عمر. يا أختي العزيزة، مطار عدن ومطار سيئون أوقفت الرحلات بقرار من الحكومة. موضوع ما يقوله الآن عن منظمات، لم نطالب أحد. يا أختي العزيزة، احنا دفعنا تذاكر ذهاب وعودة لليمنية ومستعدين نتحمل تكاليف الفحص الـPCR، فحص الخلو من الفيروس، يفتحوا لنا المطارات حتى تتمكن اليمنية من إعادتنا.
ما الذي نطلبه منهم؟ إذا كنا شهرين إلى الآن ما قدموش سلة غذائية، ما قدموش دولار واحد. الأسرة الواحدة مستأجرة من 400 إلى 500 دولار بالشهر. والله البعض أصبحوا يسكنون في الشوارع ويسكنون في جراشات السيارات. لم نبحث ولم نطلب دعم ولا إغاثة من أحد. قلنا افتحوا المطارات وودوه اليمنية بإعادة العالقين، احنا حجزنا ذهب وعودة ودفعنا كاملة. لا ننسى أختي العزيزة، وقد تكلم في ذلك رئيس مجلس إدارة اليمنية الكابتن أحمد العلواني، قال بعد أن أغلقت الهند مطارها في نص مارس استمرت اليمنية في إعادة اليمنيين، وكانت تذهب من اليمن إلى الهند فارغة وتعود باليمنيين، حتى أقفلت الحكومة اليمنية مطارتنا. المطارات أقفلت بقرار من الحكومة، على الحكومة أن بالله عليكم يا أخي تباحثون مسألة التجهيزات المطارات، يعني شوية كمامات على شوية بدلات صحية، هذه حكومة ولا إدارة خدمات يعني؟ احنا نتكلم على حكومة الدولة، إذا كانوا عاجزين يا أختي يظهروا، اشوفوا الناس احنا ليس لماذا نفرض قرارات الإغلاق وما في قرارات الآن بفتح المطارات؟ يا أختي العزيزة الآن العالم بدأ يعود إلى حياته الطبيعية، واليمنيين لا زالوا عالقين حتى اليوم. السعودية، مصر، الكويت، كثير من دول أوروبية أيضا أعلنت بأنها بدأت تعود إلى الحياة تدريجيا، إلى الحياة الطبيعية. واليمنيين عالقين، بيرجع العالم كله طبيعي بيواجه فيروس كورونا وبيبقوا اليمنيين عالقين في الدول بسبب الحكومة هذه. عجز وفشل ذريع. احنا في المنسقية العليا للعالقين اليمنيين العالقين في الهند أعلننا عن خطوات تصعيدية. سنسمع بهذه الحكومة العالم كله إذا لم تقم بواجبها وتعدل في إجلاء اليمنيين. ظروف الناس أصبحت صعبة اليوم، النساء يخرج، هل يقبل تقبل الحكومة هذه أن تخرج النساء اليمنيات في مدينة بنغلور الهندية يجاهدين الحكومة بإعادتنا؟ نعم، إذا وصلت الفكرة. عمرو الجنيد أحد العالقين اليمنيين في الهند، على كرامة اليمن أم لا؟ نعم، شكرا جزيلا لك، نتمنى لكم السلامة ونتمنى أن تحل هذه الإشكالية. عمرو الجنيد كنت معي من الهند، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الكرام، معنا الآن حمودي الغيلو، هو مواطن يمني عالق في مصر في القاهرة. مرحبا بك سيد الغيل. أهلا وسهلا بكم سيد حمادي. حدثني عن وضع العالقين اليمنيين في مصر. كان هنالك حديث عن أنه بدأت حصر أعداد العالقين في القاهرة وفي جميع مدن مصر لإعادتهم إلى اليمن، وأيضا كان هنالك حديث عن تقديم بعض المساعدات المالية ربما. والله بالنسبة للحصر العالقين اليمنيين، هذه تأخير فترة من السفارة ومن الحكومة. العالقين هم معروفين في مكتبة اليمنية، معروف كم عددهم اللي وصلوا مصر من الفترة من بداية السنة من شهر يناير فبراير إلى مارس، إلى هذه آخر رحلات كانت في 19 مارس. هم عارفين مكتبة اليمنية كم عدد العالقين، يعملوا تأخير فقط ويقول لك اعملوا حصر من السفارة وكلام فاضي. بالنسبه للمساعدات الماليه، لم تصل اي مساعدات ماليه لاي عالق، واتحداهم واتحدى الحكومه واتحدى السفاره اني وصلت اي مساعدات ماليه لاي عالق، انما هي بعض السلال الغذائيه اللي ما تتجاوز قيمتها 200 جنيه او 150 جنيه فقط. احنا لا احنا بحاجه للمساعدات ولا احنا بحاجه للاغاثه. العالقين اليمنيين بحاجه العوده الى الاراضي اليمنيه. نعم، إذن سيد الغيل ابقى معي لأشرك معنا بالحديث من عدن الناشط السياسي هاشم الأبرة. مرحبا بك سيد هاشم. إذن لعلك استمعت لحديث نبيل عبد الحفيظ الذي تحدث عن الجهود الحكومية التي بذلت خلال الفترة الماضية، هل هي كافية؟ ما السبب لبقاء العالقين على هذه الأوضاع في الخارج، العالقين اليمنيين في دول العالم؟ مشاهدي قناة الفيس، وأنتم بخير. أولا استمعت أيضا كما ذكرت في الإعلان الأستاذ نبيل عبد الحفيظ، وقد تحدث بشكل كامل عن الجهود اللي قامت بها الحكومة في هذا الملف، وعن العراقيل أيضا اللي تواجهها، وعن أيضا الملف يعني عن ما يقارب 7000 عالق، فهو عدد كبير. ولو تحدثنا من البداية أنه عملت الحكومة منذ
منذ بداية تحركها واستعداداتها لمواجهة وباء كورونا على وضع هذا الملف يعني في دائرة الاهتمام، وبدأت منذ البداية على تجهيز المحاجر في المنافذ اليمنية وفي المحافظات استعدادا لاستقبال العالقين، وهذا أخذ معنا وقت كبير جدا نظرا لمساحة الإمكانيات، ومظن أن الحكومة ما زالت حتى الآن تواجه هذا الوباء وبكافة احتياجاتهم بدعم يعني بإمكانات ذاتية صحيحة نظرا لتأخر وفاء الجهات الدولية من مؤسسة دولية بتعهداتها بدعم اليمن في هذا في مواجهة كورونا. وعملنا خلال الفترة السابقة على تجهيز المحاجر في سواء كان في المنافذ البرية أو البحرية أو الجوية. بدأنا وفي قبل بضعة أسابيع بدأنا باستقبال أول دفعة من العالقين من المملكة العربية السعودية، القادمين من المملكة العربية السعودية. من منفذ الوديعة. قبل قرابة أسبوعين اعتمد الحكومة برسولات العودة. وحددت من مصر من الدول. نعم هاشم، أنت تتحدث عن العالقين في منفذ الوديعة الذين علقوا هناك ربما مع بداية الأزمة. عمر من الهند قال نحن لا نطالب الحكومة بشيء، نطالبهم فقط بفتح المطارات حتى نعود إلى بلدنا. اليمنية أبدت استعدادها على إعادة كل العالقين اليمنيين، لماذا لا يتم فتح المطارات اليمنية للعالقين اليمنيين حتى يعودوا؟ في نعرف جميعا طبيعة يعني طبيعة الوضع مع كورونا في التنقلات الدولية ما بين الدول وحركة الطيران وحركة النقل البري والجوي والبحري إلى خوبا يفرض عليها قيود من الدول. هاشم، العديد من دول العالم تنقل رعاياها عبر خطوطها الوطنية، اليمنية أبدت استعدادها عن نقل اليمنيين العالقين، أنتم قلتم تحدثتم عن تجهيز المحاجر، شكرا جزيلا لتجهيز هذه المحاجر. أعود اليمنيين إلى هذه المحاجر ليعودوا إلى أسرهم وإلى بلدهم. وهذا ما سنعمل عليه خلال الفترة القادمة كما أعلنت الحكومة بدءا من اعتماد بروتوكولاتها للعودة والتي حرصت فيها على الالتزام بالإجراءات والمعايير القادرة على أن تكون هذه العودة عودة آمنة للمواطنين العالقين في الخارج وعودة آمنة أيضا للمواطنين الباقين الموجودين في الداخل. وهذا يعني كما قلنا انها تبدا جدوله رحلاتها واعاده تدريجيه لان العدد القادم من لان العدد المتواجد للعالقين كثير وتستعمل على اعادتهم بشكل دفعات والى ان ينتهي هذا الملف. فهذا يعني الحكومه مقيده بامكاناتها وهذا سقف الامكانيات او حدود الامكانيات يعني سيكون من الصعب تجاوزه. يعني نعم. تقدر الحكومه معاناه المواطنين نظرا لهذا الظرف الخارجي عن ارادتها ونظرا لهذه الجهه العالميه الذي اعاقت كثير من الدول لحد الان. يعني ما زالت كل الدول لحد الان تعيد رعايه هذا التدريج، يعني ما زالت السعوديه، ما زالت مصر، دول عربيه او دول غير عربيه ما زالت لحد الان باقيه في هذا الملف العالقي لديها في الخارج وما زالت تعيدهم على شكل يعني على شكل دفاع. يعني نعم، ساعود اليك سيد هاشم لنتحدث المواطنين نظراً. نعم سيد هاشم، سنعود إليك لنتحدث عن دورة التحالف بهذا الخصوص، ولكن دعني أعود مرة أخيرة إلى سيد حمادي الغيل المشارك معنا من القاهرة، هو أحد العالقين اليمنيين في القاهرة. سيد الغيل، ما هي مطالبكم من الحكومة الشرعية؟ مطالبنا من الحكومة الشرعية تعطينا وقت محدد مدى عودة العالقين إلى أراضي الوطن. اما انهم يعملوا لنا ابر مهدئه ومخدرات يعني خلاص بعد العيد ان شاء الله باسبوعين نخاطبنا اليمنيه رئيس مجلس اداره اليمنيه العلواني يرجع يعتذر ويقول انه ما عند الحكومه ما خاطبتش مدير مطار سيئون يقول له يشتي 200 مليون دولار 200 مليون ريال على جان تجهيزات في المطار من معجمات وكمامات ايش هالخبر هذا؟ الحكومه تتحمل مسؤوليتها، هذه حكومه تتحمل مسؤوليتها امام مواطنيها، اذا ما هم قادرين يتحملوا مواطنيهم يعتذروا خلاص لا يقومون يشوف حكومه غيرهم طلعوا هؤلاء ما ينفعوش هؤلاء لنا هنا ثلاثة اشهر اربع اشهر اليمنيين هنا تقطعت بهم السبل، اكثر اليمنيين هنا
يعني خلاص اصبحوا في الشوارع في نعم. رمضان الناس بيشحدوا في الشوارع في شوارع القاهرة. يعني حالة اليمنيين سيئة جدا، الحكومة ولا في ذهنهم ولا كأن معها مواطنين ورعاية تشوفهم في الدول هذه. احنا الآن بدأنا نخاف على أنفسنا، خلاص أخذنا من مرض الفيروس كورونا بالانتقال لنا في داخل القاهرة بلادنا. نعم إذا شكرا جزيلا. نموت في بلادنا أعز لنا من نتبادل في غير بلادنا. شكرا لك حمادي الغيل، كنت معي من القاهرة. إذا سيد هاشم كل ما يطلبه هو موعد محدد لإعادة العالقين. ما هي الفترة الزمنية التي قد تحتاجها الشرعية لإعادة العالقين لتبدأ بتنفيذ الخطط التي تتحدث عنها؟ كل ما يطلبه الإخوة العالقين مشروع ومحل اهتمام في رئيس الوزراء بشكل مباشر ومحل متابعة بشكل مستمر لهذا الملف. يعني يقدر رئيس الوزراء معاناة المواطنين ويأخذها يعني محل الاعتبار ويعمل بشكل جاهد على حل هذه المشاكل التي يواجهوها بحسب الإمكانيات المتاحة. أنا أعتقد من وجهة نظري إنه يعني من بعد اعتماد بروتوكولات العودة تبدأ إجراءات إعادة العالقين بدءا من الهند وأعتقد وأسريها مصر ثم الأردن. أعتقد هكذا للسأمة. مدة زمنية أقصاها؟ هل يمكن لك أن تحدد لنا مدة زمنية؟ لا يعني ما أستطيع أعطي مدة زمنية، لكنه أنا أثق من إجراءات الحكومية تتعمل بأقصى طاقة ممكنة ويعني وبأسرع وقت ممكن، لأنه يعني لدى رئيس الوزراء بشكل خاص اهتمام كبير جدا للمواطنين العالقين ويعمل يعني باكثر يعني بشكل متواصل بالتواصلات مع الجهات المعنيه من وزاره الخارجيه والنقل والصحه وتوجيهاته صريحه بالعمل بشكل سريع ومتواصل. نعم سيد هاشم، المشكله اننا نسمع جعجعه ولا نرى طحينا. شكرا جزيلا لك سيد هاشم الأبارة النشط السياسي، كنت معنا من عدن، شكرا جزيلا لك. اذا مشاهدينا الكرام بهذا نكون وصلنا الى نهايه هذه الحلقه. لا يسعني بالاخير الا ان اشكر ضيوفي، كان معي من القاهره وكيل وزاره حقوق الانسان السيد نبيل عبد الحفيظ، وكان معي من الهند اليمني العالق عمرو الجنيد، وكان معي من القاهره ايضا احد اليمنيين العالقين هناك السيد حمادي الغيل، كان معي من عدن الناشط السياسي هاشم الأبارة. شكرا لكم على حسن المتابعة، والشكر موصول لزميلي معد هذه الحلقة الزميل عبد الرقيب الأبارة. في أمان الله.